أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال لقاء تواصلي بالرباط، أكد أن منظومة التربية والتكوين مدخل المغرب لتحقيق قفزة في التقدم والنمو، ومعتبرا أن قطاع التكوين المهني يعد حيويا ومهما ومكملا للتربية والتعليم. هذا اللقاء هو لقاء تواصلي مع المسؤولين في أحد القطاعات الحيوية والمهمة ببلادنا، اللي هو كتابة الدولة في التكوين المهني. هذه منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي هي منظومة متكاملة، قررنا في الحكومة نعطيها الأولوية، تكون عندها الأولوية من حيث الاهتمام، تكون عندها الأولوية من حيث التدبير، من حيث الموارد البشرية والموارد المالية المخصصة لها. واستعرض مسؤول قطاع التكوين المهني التقدم الحاصل على مستوى تدبير القطاع ومختلف الإنجازات فضلا عن التحديات المطروحة. كما نعلم جميعا على أن هذا القطاع هو قطاع استراتيجي، وهناك أولويات لهذا القطاع خصوصا في البرنامج الحكومي، ونعمل في هذه المرحلة هذه على تنزيل العديد من المقتضيات والمرتكزات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي لإعطاء دفعة نوعية لهذا المجال المتعلق بالتكوين المهني. رئيس الحكومة اعتبر أنه رغم الاستراتيجية الطموحة للقطاع والجهود المبذولة، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من الاهتمام من خلال انخراط شركاء آخرين.